السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا هنتكلم فيه عن عملة تيرا لونا وعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا أصدقائي احتمالية انفجار هاي العملتين احتمالية كبيرة جدا، هلا راح نشوف شو السبب. قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسوا تنضموا لقناتنا على تليجرام، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الآن. طبعا أصدقائي خبرنا الأول، عندي شراكة مهمة ما بين لاعب مانشستر يونايتد دون كريستيانو رونالدو وبين منصة باينس. طبعا مضمون الشراكة اللي هي صنع NFT خاصة باللاعب كريستيانو رونالدو طبعا وبيعها على منصة باينس NFT. طبعا شراكة رائعة جدا لمنصة باينس. طبعا مثل ما بنعرف انه كريستيانو رونالدو صاحب اكبر حساب على الانستغرام اللي بيحمل تقريبا 711 مليون فولورز. طبعا عدد الفولورز الخاصة بكريستيانو رونالدو عبر انحاء العالم عددهم كبير جدا، وهذا رح يشهر منصة باينس في مجال العملات المشفرة، او حتى رح يشهر مجال العملات المشفرة للأشخاص اللي لحد الآن ما بيعرفوا شو معناها كريبتو كرانسي، أو ما بيعرفوا شو معناها كريبتو ولا سوق العملات المشفرة. فهاي أصدقائي خطوة رائعة جدا لمنصة باينانس. طبعا أصدقائي أما بالنسبة لعملة تيرا لونا أو لونا 2.0، طبعا بتشكل عندي نموذج رائع جدا ممكن يصير انفجار بالسعر لعملة تيرا لونا. عندي لمس القمم التالية لهذا التريد، عندي اللمس الأول طبعا فشل بالكسر وارتد منه، بعدها محاولة اختراق ثانية وفشل، وبعدها عندي هبوط محاولة اختراق ثالثة بعدها فشل وارتد من الترند الهابط اللي رسمناه أمامكم، محاولة اختراق أخيرة لا الترند طبعا وفشل. حاليا أصدقائي التقاطع عندي ترند الهابط مع ترند الصاعد ممكن يسبب عندي انفجار في السعر إذا تم الاختراق من النقطة الحالية، أو راح يتم هبوط قاسي السعر إذا تم كسر تريند الهابط. حاليا نحن أصدقائي في فترة مهمة جدا لعملة تيرا لونا، لكن أنا شخصيا أصدقائي بتوقع احتمالية الصعود تكون أكبر بكثير. بتوقع عملة تيرا لونا خلال الأسابيع القادمة توصل ما بين 4 دولار أو 8 دولار، هذا تحليلي الشخصي. طبعا أصدقائي بالنسبة للماركت كاب الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك صار 388 مليون دولار. طبعا أصدقائي انخفاض التوتال سبلاي من 6 تريليون و 907 مليار إلى 6 تريليون و 706 مليار، خفض تقريبا مليار قطعة، أو تم حرق تقريبا مليار قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. أما بالنسبة لعملة تيرا لونا أو لونا 2.0، عندي ارتفاع بالتوتال سبلاي، زاد عدد قطع أو تم صك المزيد من قطع عملة تيرا لونا تقريبا 4 مليون قطعة، عندي الماركت كاب 241 مليون دولار. طبعا عندي تغريدة لدوك وان مؤسس شبكة تيرا لونا أو مؤسس عملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك، عم يقول نحن نثق جميعا في عملة تيرا لونا ونحن نستطيع أن نعود أقوى من قبل. طبعا أصدقائي أما تحليل عملة تيرا لونا كلاسيك، عندي نفس النموذج الخاص بعملة لونا أو عملة لونا 2.0، لكن النموذج اللي على عملة لونا كلاسيك أقوى من النموذج، وعندي عملية اختراق واضحة إلى حد الآن، أو احتمالية الاختراق واضحة إلى حد الآن، فاحتمالية الاختراق الترند الصاعد أكبر بكثير. لذلك أصدقائي نتوقع انفجار لعملات اللونا، عملة لونا 2.0 وعملات لونا كلاسيك. لحد الآن عملة لونا كلاسيك واضح عليها الاختراق أو واضح عليها الارتفاع أكثر من عملة لونا 2.0. في مجرد استقرار البيتكوين راح يصير انفجار لأسعار العملتين. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.